اخيرا يا حاج عامر، يعني وانا دي هاخدها لان نفسي اسالك السؤال ده طول عمري بساله لك، يعني هو احنا امتى هنلعب دوري مش استثنائي؟ يعني هل من الممكن ان يكون السنه القادمه بدايه الدوري بشكل عادي؟ لا، يمكن الكلمه دي بتتقال على طول. صحيح، انما انا بعتبر الموسم ده مش استثنائي اللي احنا فيه. لا، بدايته تعتبر برضه حاج عامر، انت تبدا في 10، يعني مش من احنا مش متعودين طول عمرنا ان احنا نبدا في 10 يعني. اكيد طبعا، ما بقول لحضرتك ان في دوري انت بتاع اللي بعد كورونا دوت خلاص متاخر جدا. طبعا طبعا، انا بقول لحضرتك امتى بقى تبقى الامور جيده. خلاص، ما بقول لحضرتك من الموسم اللي جاي خلاص، من الموسم اللي جاي خلاص. انت بتبدا في شهر 8. وبرده النقطه ملحوظه كابتن اسلام برضو عشان انا اتكلم فيها. اتفضل يا كابتن. ان العدد الشهور اللي بنلعب فيها زينا زي بره، بس بره بيلعبوا شهر 8 يخلصوا شهر 5 او 6. صحيح، احنا لما بدانا شهر 10 خلصنا شهر 8، نفس يعني عدد الشهور. الناس كلها بتلعب من 9 شهور ونص ل 10 شهور على حسب عدد الانديه. يمكن الدوري العربيه قللت، زي تونس قللت بقى 16 نادي، تلاقي قطر 12 نادي. أيوة. الامارات 14 او 16 نادي، احنا برضه عدد الانديه عندنا 18 نادي، برضه عدد كبير. وده غلط بيني وبينك. مظبوط. طبعا عشان تغير الكلام دوت، يعني التصور اللي في دماغي انا ما اعرفش طبعا مين هيبقى موجود وقتها في الاتحاد او أيوة. في المسابقات، انما التصور اللي في دماغي الطبيعي ان بعد ما نعمل دوري المحترفين بتاع القسم الثاني اللي هو 20 نادي الموسم اللي جاي، المفروض الموسم اللي بعده ان احنا بقى نبدا نقلل يعني الدوري الممتاز الصاعدين ونكتر الهابطين نادي في نادي عشان نوصل ل 16 نادي، وده الوضع الطبيعي. نرجع زي زمان. زمان كنا احنا كنا 12 وبعدين وصلنا 14 و16 وبعدين 16 وبعدين جه بقى فتره اتلغى فيها الهبوط فزادت عدد. خلي بال حضرتك يا حاج عامر، دي كانت افضل فتره، خدنا 6 و8 و10، الفتره دي كان 14 اعتقد نادي. طبعا انت عندك ارتباطات كتيره جدا وعندك مشاكل في الملاعب وعندك اللعيبه ما عندهاش الضغط دوت. وان كان طبعا اللي برضه اللي بينادوا على ان نعمل زي اوروبا، لو تفتكر شوف حضرتك كده اعمل احصائيه الاعداد يعمله لحضرتك دلوقتي وانت في البرنامج. شوف لغايه دلوقتي لعبوا كم مباراه في كم شهر في انجلترا مثلا او في المانيا او اوكي لعبوا كم مباراه في الدوري بتاعهم. هو دلوقتي بطولة اوروبا الدوري، انا اقدر اقول لك مثلا الدوري الانجليزي مثلا احنا في الاسبوع ال 13 او ال 16 مش فاكر 13 ولا 16، في من شهر 8 بدا شهر، انا اسف، بدا شهر 6 6 و7 و8 و9 في 4 شهور. لا، احنا بداوا شهر 8. بداوا في شهر 8 يبقى شهرين. شهرين او 3 شهور. حط عليهم بطوله، حط عليهم بطوله اوروبا، عدد المباريات بتاعت بطوله اوروبا، خلاص هم خلصوا دوري المجموعات دخلوا على الدور اللي بعده، فالامور كلها لا هتلاقي كم عدد كبير جدا، هتلاقيهم بيلعبوا يومين والثالث. يعني الاحصائيه كده احسب على الايام، هتلاقيهم بيلعبوا على ثالث يوم على طول. والنقطه الاخيره برضو ونقطه مهمه، ان انا لما حطينا العدد اللعيبه المقيده، احنا سيبنا مواليد 2001 وحطينا خمس لعيبه مواليد 99 و2000. يعني اللعيبه الانديه عندها 30 لاعب زياده فوق القايمه بتاعتهم، المفروض 2001 يمكن يبقى موجود. عملناها عشان المنتخب اللي هم عارفين انه عنده مشاكل دايما في، لان هي خارج الاجنده الدوليه في المنتخبات الاولمبيه. فيبقى الانديه عندها عدد كافي من ضغط المباريات من اللعيبه اللي هتروح المنتخب الاولمبي، فالانديه كان المفروض في 30 لعيبه زياده في كل نادي. ايوه، فوق القايمه بتاعتهم. حاج عامر، انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. الحاج عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، شكرا جزيلا.